بكم معنا في حلقة اليوم. توصلنا بمجموعة ديال الأسئلة اللي كتمحور كلها حول الأعراض ديال هبوط السكري في الدم خلال فترة الصيام، وكيفاش المريض يتصرف في هذه الحالة. هذه هبوط السكر في الدم عنده مجموعة ديال الأعراض، من بينها الرجفة، تسارع دقات ديال القلب، العصبية، الجوع الشديد، تصبب العرق بشدة من الجلد، وكذلك ظهور تصرفات غريبة على الشخص المريض. هاد الأعراض هذه خاصها تخاد بجدية في حالة الظهور ديالها على الصائم اللي هو مريض مرض السكري، ما خصوش يهملها. في الحالة ما كتبدأ هاد الأعراض خاصو يتناول شي حاجة حلوة، وغالبا يذوب شوية ديال السكر في الماء ويشربو. خصو يكسر الصيام ديالو، لأن هنا الصحة ديالو ولات مهددة وفي خطر، لأنه لا استمرت هاد الأعراض لا قدر الله المريض غادي يدخل في حالات ديال تشنجات عصبية، غيدخل فقدان الوعي، وغادي يدخل في غيبوبة اللي غادي تشكل خطر على الحياة ديالو مرة. إلى اللقاء في موضوع جديد في حلقة القادمة إن شاء الله، برنامج صحتك في رمضان.